أبي. كل أسبوع يجي مرض فيه 5 شهور وهو يعاني بالمرض، صاروا من ليلتهم سوم حوله. الله الله. فالحين الآن الشيء بيد الله وأشكل ليلة أمس. الاهتمام ما الصدق، إن عندهم مهتمين طول الليل، واحد يصير واحد يجي الصدق. إن ما حد بيغيب عن الطفل. جمعنا الطبي ومجمع يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية من تغذية تحصين وعيادات خارجية أطفال نساء ولادة باطنية جلدية عظام ومعظم التخصصات نقدمها في مجمعنا الطبي. من ناحية حتى العلاجات والأدوية يتم صرفها ونقوم بتوزيعها على المرضى والمترددين مجانا. حيث أن المركز يعمل خلال 24 ساعة التالية. خدمات المركز تغسل في اليوم الواحد حوالي 110 حالة. المركز خدمي لا يستلم أي مقابل على العمليات العلاجية اللي تحصل داخل المركز. طبعا نشكر جميع المنظمات اللي دعمت المركز ودعمت المراكز ونتمنى دعمهم المستمر من المراكز. طبعا معي ولد اكرم اصيب بالكوليرا، والسبب زي ما تشوفوا يعني بالحاره هذه القمامه تمام والاطعمه المكشوفه. طبعا هو خرج يمكن قبل يومين كذا الحاره واخذ الاطعمه المكشوفه وكان من هذه الطعميه من يومها على طول، والان هو مصاب بالكوليرا واسعفناه الحمد لله. احنا نتمنى من المواطنين اللي بالحاره يعني الجيران وكذا نكون متكاتفين، ونكون القمامه هذه كل واحد بيته مربوطة في الكيس كذا، لما يسمع السيارة حق القمامة يخرج السيارة. ما تتم عملية الكلورة وبعدها يتم خروج الوايتات إلى المنازل وإلى خزانة السبيل. توفرت بفضل الله تعالى أشياء كنا نراها بعيدة المنال، فتوفرت الخيم، توفرت أدوات المطبخ، الأدوات الإيوائية من فرش ومن أدوات مطبخ. أصبح ما يعني كان النازح في العراء أصبح في خيمة، كان ينام على التراب أصبح على الفرش. توفرت في مجال المياه الحلم الأكبر وهو توفر الطاقة الشمسية. بذلوا جهود لا ننساها أصحاب المشروع وإدارة المشروع خاصة مع أغلاء الديزل، ولكن بفضل الله بعد أن توفرت الطاقة الشمسية أصبح الماء الآن الحمد لله متوفر في نقاط المياه سواء للنازحين أو في البيوت بشكل يعني يشكر عليه كل من كان له جهد في توفير الطاقة الشمسية لمشروع المياه. استلمنا المعونة من مدرسة الديلمي، وأشكر المنظمة وأشكر الطاقم وأشكر جميع الذين قاموا في الأعمال هذه الخيرة.